بالشراكة مع أوراسكوم للتنمية ووجهاتها أو ويست ومكاتي هايتس. أحب أوجه رسالة دعم وتضامن مع الشعب اللبناني وبنقول لهم باسم مهرجان الجونة لبنى معاكم، وزي ما عودتونا دايما يرجع لبنان بأهله أقوى، بأهله وناسه ومبدعينه أجمل وأقوى. هو ده فكرة المهرجان وفكرة الشعار العبقري اللي أنا بحيي عليه المهندس نجيب اللي قاله من أول سنة، اللي هو سينما من أجل الإنسانية. ده بان السنة اللي فاتت في دعم إخواتنا في فلسطين عن طريق البرنامج اللي اتعمل للسينما الفلسطينية والندوات، وشيء يمكن شفنا افلام كتير على القضيه نفسها لناس ما كانتش يمكن الاجيال الجديده مش عارفه بدايتها، وده اللي قدرنا نحققه السنه اللي فاتت. وده اهميه الفن وقد ايه الفن ده رساله مهمه جدا جدا انتوا شاركتوا في اللي ده يبين، فبحيي بحييكم وبشكركم على ده. البيئه السينمائيه اللي فعلا اتخلقت من اول دوره اللي هي الدوره الاولى، ودلوقتي ازاي يبقى في بيئه سينمائيه مكتمله ومجتمع لصناعة السينما، أعتقد ده من استراتيجيات مهرجان الجونة، وده بيترجم في حاجات كتير جداً. طبعاً بيترجم في أنه في عدد كبير جداً من البلاد إحنا دلوقتي بنحاول أنه نتعامل معاها في استقطاب الأفلام، زي الصين، زي كوريا، زي الجزائر، زي اليابان، الهند، ويمكن النيبال، جورجيا، كازاكستان، تشيك، ليتوانيا، وتعاون كبير جدا جنوب مع لبنان، السودان، فلسطين والأردن. أعتقد دي من استراتيجيات مهرجان الجونة. بشكر الإعلام إن هو السنة اللي فاتت قدر يقدم إن مهرجان الجونة ما كانش بس ريد كاربت، كان ليه عمق تاني خالص. وبشكره إن هو شاف الحتة دي معانا وإن هو وضح ده معانا. بشكركم برضو على الحضور النهاردة، وبشكر كل القنوات وبشكر الحضور. شعب تأجينا، احنا عايزين نخش المهرجان ده بفرح. احنا أعتقد كلنا في اللي بيحصل حوالينا ده مخليه الاكتئاب هو اللي سائد. نعمل رسالة للفن والثقافة ونعمل مهرجان زي مهرجان الجونة، لأن احنا من الأول قلنا احنا هناخد الزاوية من السينما اللي هي بالنسبة لي أنا كانت أهم زاوية، إن السينما يبقى عندها إنسانية، إنها تعبر عن الإنسانية بتاعتنا، إنها تعبر عن معاناة الإنسانية اللي حوالينا. فلما نشوف المعاناة اللي حوالينا أعتقد إن زي ما يسرى قالت السينما عليها رسالة إنها توصل المعاناة دي بطريقة راقية، بطريقة مظبوطة، بطريقة محايدة، من غير ما نبقى ناخد أي جانب سياسي، بنبص فقط على الإنسانية. لو عرفنا نتجرد من السياسة ونبص على الإنسانية، يعني اللي يتقتل على الجانب ده أو يتقتل على الجانب ده نحسن لوفاته بغض النظر عن مين المخطئ ومين المصاب. ما نقدرش غير إن احنا نقول أكتر من كده، احنا عايزين المهرجان ده يبقى متميز في الناحية دي. أنا متفائل جدا لأن احنا جربنا سنة الكوفيد زي نزعر، وبعدين سنة غزة السنة اللي فاتت وكده، فأعتقد إن الفن ممكن يستمر والحياة تستمر يعني، ونبقى إن شاء الله يبقى مهرجان ناجح وسعيد.